كالعهد بها دائما مأرب، حاضرة الجمهورية تتشح بالفرحة في أعياد الثورة، وتبدو مظاهر الفرحة في الحفل الخطابي الفني الذي أقامته السلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، الحفل الذي مجد الثورة وأشاد بالثوار وتضحياتهم بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي ومحافظي محافظات إقليم سبأ وعدد من القيادات العسكرية والمدنية وحشد من المواطنين. ولقد مثلت ثورة أكتوبر منعطفا هاما واستثنائيا في تاريخ اليمن المعاصر، قهرت المستعمر وانتصرت للإرادة الشعبية والأهداف العظيمة والقيم الإنسانية النبيلة، وستبقى ذكرى هذه الثورة حية في قلوب الأجيال يستلهمون منها المعاني السامية وتمنحهم الثقة بقدرة الشعب على تحقيق التطلعات مهما كان حجم التحديات. لم يفت نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر أن يؤكد في كلمته على سير مناضلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على خطى أبطال سبتمبر وأكتوبر، وهم يحتفلون بطريقتهم الخاصة في خطوط التماس في مواجهة قوى السلالية والكهنوت التي تحاول إعادة التاريخ إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. تأتي هذه المناسبة العظيمة والشعب اليمني المناضل والمكافح وجيشها الوطني البطل ومقاومته الشعبية الباسلة يخوضون غمار حرب مقدسة ضد واحدة من أسوأ عصابات التاريخ، إجرامية وظلامية، الحركة الحوثية المليشاوية الطائفية التي أرادت أن تعيد عجلة التاريخ إلى الوراء. لم تكن المرأة غائبة عن ذكرى الثورة، فكلمة المرأة هنأت أمهات الشهداء والجرحى والمختطفين بذكرى الثورة وأكدت وقوفها مع أخيها الرجل جنبا إلى جنب في مراحل النضال المختلفة وتسجيلها لتاريخ نضالي داعم ومساند في كل محطات النضال ومراحله. إن المرأة اليمنية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف مع أخيها الرجل، تقدم التضحيات والبطولات في سبيل وطنها وحرية وكرامة البلاد، وكان لصمود المرأة وشدها لأزر كل المقاومين الأحرار في اليمن كان لذلك الفضل في كسر وتحطيم مخططات الإنقلابيين الإماميين الجدد. تخلل الحفل قصائد شعرية ومقاطع فنية مجدت تضحيات الثوار وأكدت على استمرار نضال اليمنيين حتى استكمال تحقيق أهداف الثورة. هي الذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر تطل علينا مذكرة بنضال الثوار، مؤكدة سير اليمنيين على خطاهم في مقارعة قوى الاستبداد ومخلفات الاستعمار. محمد القليصي لقناة سهيل